للمتابعة. معنا عبر الهاتف من بيروت السيد أحمد عز الدين المحلل السياسي. سيد أحمد، قراءتك لاستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان في ضوء تصريحات ميقاتي، أن جميع المؤشرات تؤكد رفض إسرائيل لمساعي وقف إطلاق النار وسط تحذيرات بإخلاء المدنيين لمناطق وقرى عدة بلبنان. يعني من الواضح أن يوم أمس وفجر اليوم كان هناك يعني جنون من القصف والتدمير، يعني بدأت بإنذارات عند الثانية فجرا واستمرت الغارات على الضاحية الجنوبية حتى الخامسة صباحا، وكذلك في مناطق أخرى ومنها أيضا منطقة جبل لبنان. وهذا يعني بدأ واضحا وأصبح معروفا أن إسرائيل كل ما كان هناك حديث أو عن مفاوضات تعمد بعده إلى فرض مثل هذا التدمير والغارات العنيفة، يعني كأنها تقول إما أن تقبلوا بما أطلبه وما ما أريد فرضه، وإما البديل هو هذه الغارات والتدمير. وهذا أصبح واضحا يعني أن إسرائيل ستستمر في هذا التدمير لتفرض على لبنان تقديم تنازلات. حتى الآن لبنان يفرض تقديم تنازلات، ولكن في ظل النزوح التي يتوسع ويعني من خلال التهديدات الإسرائيلية والتحذيرات وطلب من الناس المغادرة، مع هذا التدمير إلى متى سيصمد لبنان أو ستستمر إسرائيل؟ هذا ما تحدثه المفاوضات في غياب أي ضغوط دولية على إسرائيل. نعم سيد أحمد، يعني رفض الحلول المقترحة والإصرار على نهج القتل والتدمير لمساعي وقف إطلاق النار، يعني هناك تصريحات إسرائيلية أن التفاوض يجب أن يضمن أمن إسرائيل، ماذا يقصد من هذا المعنى؟ يعني هو مسألة يعني كلمة أمن إسرائيل هو يعني هذا شعار ضبابي، يعني أو مسألة قضايا مطاطية قابلة للتأويل والتحرك بكل اتجاهات. لا يمكن لإسرائيل أن تعيش بأمن ما لم يعني تعطي الحقوق لأصحابها. فيما يتعلق بلبنان هناك نقاط 13 يعترف بها الأمم المتحدة وإسرائيل ترفض الانسحاب منها، إضافة إلى موضوع مزارع شبعة. فطالما أن هذه الحقوق لم يعني يحصل عليها لبنان، لم يحصل على حقه فيه، قد لو فرض يعني لو فرض إسرائيل حلا ما على لبنان، هذا الحل بعد سنوات سيأتي من يرفضه وبالتالي ستكون هناك دورة عنف جديدة. فإذا لن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تعطي الحقوق، وكذلك فيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية، ما لم تأمن تعطي للفلسطينيين حقهم وتقر بالدولة الفلسطينية، فإن أجيال يعني إذا استسلم جيل أو يعني اضطر للخضوع نتيجة الضغوط، فإن الجيل الذي سيليه سيرفض هذا الخضوع وهذا يعني الذل الإسرائيلي، وبالتالي سينتفض مجددا. من هنا أعتقد أن إسرائيل تعيش في وهم الأمن ما لم تقدم الحقوق، تعطي الحقوق لأصحابها. أشكرك سيد أحمد عز الدين المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت.